نرجع عشان افيد تاني الانديه. يا استاذ محمد ما احنا كده للائحه الموحده، حط لك الشرط التعجيزي وحطها. وللاسف لما النهارده ما بكلم الوزير يقول، الوزير يقول لي ايه؟ انا مالي؟ مين المسؤول حط لجنه اللائحه الاسترشاديه؟ اقول له لجنه اوبئه، روح منك ليهم. لما رحنا مجلس الشعب وانا قلت يا سيد الوزير الكلام في صوتك جاي تناقش ايه؟ وكان موجود الاستاذ عماد وحيد، وكان موجود مهندس محمود طاهر، تناقش ايه؟ انا عايز اللي حط اللائحه دي يجي يناقشني. ما هو ما جاش ولا خاطب انديه ولا قال لحد الانديه تعالوا قولوا لنا ايه الموضوع. طيب دي واحد. اثنين، وبعدين برضه يا فندم يحسب لمجلس اداره النادي الاهلي انه بيحاول يصل الى حل، يعني ذهب الى مجلس النواب بمجلس الشعب. الحته دي عايز اقف فيها بقى، عشان في ناس كتير قوي ظلموا عماد وحيد فيها. انا مش جاي ادافع عن عماد وحيد، بس انا اقول الحقيقه. ان قيل في الجرايد ان هناك لقاء في لجنه شباب ورياضه مع الانديه. اتحدى اذا اصدرت دعوه من اللجنة الشباب والرياضة إلى الأندية، أتحدى. يعني مفيش أصلا دعوة ولا واحدة. الأخ عماد وحيد كلمني العصر وأنا على الهوا أهو، وأول مرة الناس تعرف الحكاية دي. قال إحنا ما لناش دعوة، إحنا مش رايحين بكرة. أنا كلمت الدكتور محمود حسين وهو عايش وراجل محترم، نائب رئيس اللجنة. قال إزاي؟ قلت له زي ما بقول لك. قال لي ده الوزارة المسؤولة إنها توضع الدعوات. قلت له أنا مش مسؤول عن إيه؟ مين المسؤول؟ أنا بقول لك الأندية ما راحتلهاش دعوات، مين اللي هيجي بكرة؟ قال لي خليهم يكلموني. كلمت الاستاذ عماد وحيد تليفون الدكتور محمود حسين واتصل بيه ونسقوا مع بعض، ومحمود حسين طلع التصاريح لعماد وحيد ولمحمود طاهر على مسؤوليته الشخصيه. واتحط منشطه انها للانديه ما بين قوسين. رحنا جوه اللي كان موجود الظهور، وانا بصفتي كمواطن مشاغب، والنادي الاهلي. وجابوا النادي بغزل المحله ولا ما اعرفش ايه، كان قاعد بالصدفه. وانتهينا. ادي الانديه اللي كانت موجوده، واطلق العنوان من فوق مناقشه الانديه لله، ولا حد خالص. بدليل حاجه، لما اروح اناقش لائحه انت وضعتها يا محمد، مش المفروض تكون موجود؟ ولا واحد من اللجنه الاولمبيه جه. هل ده بعدم اعتبار للموجودين؟ طب انا فندم برضو عشان يعني قبل الختام، اللي انا حاسه ان الدنيا ممكن تبقى سهله، وممكن يبقى في خطوات لفعلا اصلاح الرياضه المصريه، تمام، وممكن يبقى في خطوات ان احنا ندعم الرياضه المصريه ونرتقي بيها. بس ليه بناخد الخطوات الصعبه؟ ليه الدنيا صعبه؟ ليه بنأزمها؟ مهم قوي انت قلتها، وانا عايز اوصل معاك فيها. دي مهمه عشان الناس تبقى عندها فكره. سريعا يا فندم. حاضر، سريعا جدا. ان هذا الاجتماع الخاص ما هو زعم ان هو اجتماع خاص، انا ما اعرفش عنه حاجه، هو لا عاديه ولا غير عاديه، سموه خاص. ادي واحد. اثنين، ان اللجنه الاولمبيه ليس من صلاحياتها اكثر من تحديد النصاب وتحضير اللائحه. الاجراءات بتاعتك انت كهيئه، الإجراءات. يعني النادي الاهلي له حق ان هو يعمل ما بداله. يا ترى لا، ما بداله. والقانون واضح، القانون واضح ان اللجنه الاولمبيه تحط النصاب وتحضر اللائحه فقط. انا بقى كهيئه اعمل على يومين، اعمل الموقعين، اعملها بالطريقه اللي تعجبنا، اصوت بايدي، اصوت برجل الحر. الحته بتاعه الجواب بتاع اللائحه الاسترشاديه اللي قال لك النصاب، وانا قلتها قبل كده وهقولها تاني، اللي بيقول لك ايه؟ ده بتاع الاهلي مثلا 10,000 واحد من الذين لهم حق الحضور، 12,500 عضو على الاقل من الذين لهم حق الحضور اذا كان عدد الاعضاء العاملين 100,000. انت هنا قلت الذين لهم حق الحضور، ما حدش هيخش الجامعه غير ما يكون متوضي، ما حدش هيخش الجامعه الا لما يكون له حق الحضور. الناحيه الثانيه لازم نفس القصه. العاملين ده في ناس ما سددتش بقى لها 5 سنين، في ولد فصل ولسه ما كملش سنه، في عضويه جديده ما عدتش عليها سنه، ما حطتش تقييم هنا ليه؟ وده اللي عمله بشار مرتضى ونزل النصاب من 10,000 الى 7,500. حقه، ومحدش يقدر. اذا النادي الاهلي من حقه برضه ان هو يعمل النصاب، ينزل النصاب على اجتماعين، نعم، على يومين، ومحقه يعمل في مقرين الاجراءات كاملا بتاعته كهيئه. لما يطلع الدكتور حسن مصطفى، انا هسال الدكتور حسن مصطفى، وانت رئيس الاتحاد الدولي للهاندبول، لو جالك جواب من لجنه اولمبيه دوليه وقالت لك حددت لك النصاب، هتقبل؟ انا عايز حد يجاوبني. لو يقبل قول لي هقبل. انا هنا عايز اوضح لحضرتك ان احنا بنخلق المعضله. زي العاده نحضر العفريت ما بنعرفش نصرفه. هو فعلا احنا هنا في مصر او في 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 الوقت في هذا التوقيت من بعض الجهات بيبقى الدنيا سهله، ولكن احنا بنصعبها على نفسنا. احنا بنصعبها روحنا. احنا اللي بنصعبها على نفسنا. اللجنه هنا تعريفها ايه يا استاذ محمد في القانون؟ اللي هم بيتشدقوا فيها دلوقتي. هيئه رياضيه تتمتع بشخصيه اعتباريه خاصه وتتكون من تحدي الالعاب الرياضيه. بس. ايه بقى دخلها؟ انها تقول لي انا هاكل ايه النهارده وهلبس ايه؟ الصراحه يعني يا استاذ طارق عبد اللطيف، انا يعني كان لازم استاذ طارق طلال عبد اللطيف
انا كان نفسي يكون عندي وقت اكتر من كده كتير مع حضرتك، لان الموضوع شائك، الموضوع شائك جدا، وبقولها لك على الهواء. اين لوائح الشركات؟ ولكن اين لائحه؟ هل فعلا كما يقال ان هناك لائحه لانديه الجيش والشرطه؟ هل اين لوائح الشركات؟ فين؟ ما هو موقف مراكز الشباب اللي داخله؟ كل ده، كل الحاجات دي اسئله شائكه، ولكن يعني احنا بنحاول. بس اتمنى ان في الحلقه ديت يكون ان في حاجات كتير، نقاط كتير بانت ليه بالنسبه للمشاهد العادي، في نقاط كتير جدا تكون بانت ليه الكل، لان في ناس بتتكلم وفي ناس بتجعجع، ولكن في الاخر ما تلاقيش، للاسف ما تلاقيش اي دلاله، ما فيش اي حاجه. احنا عندنا قائمه النادي الاهلي سريعا، اللي هيخش لفريق الفيصلي الاردني: شريف اكرام، احمد عادل، محمد الشناوي، عمرو رضوان، احمد فتحي، محمد هاني، رامي ربيع، محمد نجيب، صبري رحيل، وعلي معلول، حسين السيد، حسام غالي، حسام عاشور، اكرم توفيق، عمرو السولية، عبد الله السعيد، صالح جمعه، عمرو بركات، احمد حمودي، اسلام محارب، احمد شيخ، مؤمن زكريا، كريم ندفد، وليد ازارو، وعمرو جمال، وعماد متعب، واجايه، ميدو جابر، واحمد ياسر، ريان، وباسم علي. ده القائمه اللي اعلنها الكابتن حسام البدري. استاذ صلال، اشكر حضرتك شكرا جزيلا، وان شاء الله هيكون في ما بيننا وما بين بعض اللقاءات، لان في حاجات مهمه وفي قضايا شائكه وفي حاجات لازم توضح للجمهور، لان في الاخر احنا عايزين الصالح العام وعايزين مصلحه النادي الاهلي. ده عنوان قناه النادي الاهلي. ما دخلناش في محتوى استرشاديه، ده محتواها بقى بلاوي. هو دائما الشيطان يطبع في التفاصيل. بالظبط، انا بقول لحضرتك. بشكر حضرتك برضه مره ثانيه استاذ صلال، شكرا جزيلا. حضراتكم ان شاء الله عندنا دايما الملف دوت مستمرين فيه حتى يبان كل شيء في هذا الموضوع. بشكر حضراتكم وشكر موصول، حتى ان القاكم تحياتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.